وعلى رسول الله. ثم أما بعد، وصورة البقرة آية صدحية طبعا. قال الله تعالى إلهي باوحر وإذا قيل لهم برك الله قول هذا قال هذا أما مرافقين برك الله قول هذا آمنوا الرمية قالوا وحي ورميان آمنا وان الرمين وإذا لقوا الذين عفوا وإذا لقوا الذين مركا كوي لكل ما وإذا قيل اللهم مركا لقوا هذا مرافقين آمنوا الرمية كما آمن الناس سيدا أصحاب تور الرمية وكلا قالوا وحي ورميان منافقين أنه منوا ميان الرمين كما آمن السفهاء سيدا أرمييين دادك عقلك قابن يوكلا أصحابتي كشيغا يكو عقلك قابن أرابو لهيره هويا إنهم يقوم منافقين هم السفهاء وكو عقل قابن يقوم باكو عقل قابن ولكن لا يعلمون مقرن إياه. وإذا لقوا الذين آمنوا دادك إلهي فرمييين مركي لكل مانا قالوا وحي ورنيا منافقين آمنا إلهي بان فرميني ورنيا ويسكا شهادنا يعني. وإذا خلوا مركي لقوني نغضان إلى شياطينهم منافقين تو دواوي مركي اسكو قوني نغضان قالوا وحيرنا يعني إنا معك أنا قويدين كايان ويدين وهلين أينا أو نويدين لترنا أو مرافق لماذا إذن لقبنا إنما نحن مستهزئون وأنو كل ديل ديلين قال هذا سيدا ساي مؤمنين توان كو ديل ديل ني ديل منافقين تبو هلكن الهي كغور رحمه سبحانه وتعالى يينا يهين دد بانا لا يالا منافق رون مالا واي نفاق لفتي ساك سور جيدا رونت مركا اصحابتو وي وانين جيرين سيدو الرسول كبا وانين يا صلى الله عليه وسلم وانا دو وحي هي الهي رمايه وايما سحر رمايه مرك قولك مهمة قائلك مهمة قولك قيمها بدن با منافقين تلو قيسانية آياتنا وحي دليلو تينو عطينا سا مروال با كلمة دا حق إني چرتو ودادك حق لوغو باقو وقال إيا منافق مدنا با آن لوغا هفرانين ويو أمانة مرك أصحابتو إيقو أو منافقين توانين يساسي كورن چرين آمنوا كما آمن الناس كإيمان الناس تدك سيور رميين أصحاب سيور رميين وكلا مركا إيمان كي يسكو مد ما هي إيمان الصحابة رضوان الله عليهم إلهي به تسكيية أما أماني أصحاب إيمان كودة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الدير رميين سيدا إذن كور رمي سيدا وكلا وهنونين وأنا ذا ويدي ذا نوحي لذا سيدا في السفهاء ذا أنا كور رمين مين سفهادو وحي ولا جيدان عمار بلال خباب سهيل اصحابتي واوينا ايمانكو قنجاها جوغي القران اي حديث با يا مانين كو اسي سفهاكو تلمامين مركا قالكو واكبر سفيه ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفيها نفسه دينتي النبي ابراهيم وحنا عيب ولا هي القفك السفيها مركا السفهاد هي عقل قابنانت قال لماذا كشرته؟ قال كينا قفك مؤمن كابو سفيه كشيغية إسلام ركا واحد كفهمتي بانتا وحقوه ليا إنا يهين كوا إسلوين أما وحانا هين سوهايستا وحكا لا إلهي وكسي في جهلي ولكن لا يعلمون ما قرنا يا علم ماله العلم قال الله بقى يبوضع علمك أنا إلهي كبرين إن آخرة كبرين إن حقيقة هذا كبرين علم الله ما إله وعلمك المادي أدوية قال هذا إلهي وقروا حري يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا مقال كدوية وحيك يقانا وإن قال كينو عدي عري يلول بوحي ولقاتية وهم عن الآخرة هم غافلون لكن علمي آخرة لقو براني إلهي كبراني ما يقانانا ووحيا ولكن لا يعلمون مركي لك كل ما انهدبا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قيب تاد من أوحي تلمام إساء إنا يهين كوالا ما شخصية ضاد لي قف كمومين كهال شخصية بولي بير لو قصها قاقا بولي في السراء والضراء وقت قربك يفتوى فرحد يا نحذين توا ميل بير لو قصها قاقا لكن منافق ميل لو قصها قاقا مالي مالي والبا أور كيسوكو كعصنا يا موحي مصلحة ديساء أيوس لا يدين عن رقاش كيا شهته ولا شهته كي قالوا ولا قالوا بي أو حس سياسة عصر قال الله يقام مبدأ شو كتاب ما لها غير سياسة ده مصلحة شو كتاب إلا والنفاق قف قدر مبدأ شو كتاب له إنت مسلم ماها وح آيات إلى هاي وقعد كل كم مؤمنين تلا شو قال ومؤمن بارون هاي وأشهاد النبي قال هذا كل كم شو كتاب قال عنون هاي بالله مركل شو قال خسنوات وجريمة ودم بكلاي قلان على قفك وحل الدون يانو كم النغضا من أصحاب المبادئ لا من أصحاب المصالح قفك مؤمنك وصاحب المبدأ مبدأ أبو الله يوكاسو كل ما لا يكون نولي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كاس سلام نواسو كل نوليها وأنا كل ما لا يكون كان كلنا وحوي محاو حكوها راه حقا وحل لقا عمريا حقا كرسي لقا هليا حقا مقع لقا هليا ساسو الصعلا ayad waxa cadays dadka qaar kood oo insiga kamida isagoo ifka joogan sheeydaan lagu sheegi karo weeda khalaw ila shayatin sheeydaan waxa la yiraahdaa al marada qofka marid ka madaxa adag jiniya insiba ayaa la yiraahdaa sheeydaan marka insiga qayb kamida ba dadka mufsidiinta dhulba iska gaalada waa shayatin bal wa shaytana fulan wa sharbat wa madaxad kaada حقيب الديني شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا سورة الأنعام شنو ينسي شياطين تودي سوى حيونيس وحكى الصمد حتى كادانا والصداع نبي محمد عليه الصلاة والسلام حول الكلب الأسود الشيطان أي قمدوا بيسقاب الشيطان ووحبا صمد حدقوا لغن حرد بطن إنما نحن مستهزئون قال ذينا نلجرنا لكن مسلم كوحان ولا أشهاد النوان كل ديل ديلين ديل ديل بينا قاعدة لبنا قمي هاي إنا إمودان إنا نلجرنا أو إسكو كالله إسكو كايها اللي أو إحنا سيان جدد إنتا سيحي الله يستهزئ بهم إلهي با كل ديل ديل يو ويمدهم وحوكرنا يا في ضغيانهم بادي ذا يعمهون إياق أكو وريرسن أولئك كواسي الذين كوي ويي اشتروا الضلالة بادي بيكو إبسدين بالهدى هنون فما ربحت تجارتهم باع مشتري قوداس أما قنعسي قوداس مو ربح معنى مفائد وما كانوا مهتدين مني هنونين استهزاء قودو ومد بلا معنى ومد حد كذبة ومد حق الرأة استهزاء إلهين ومد حق marka sifaadka aayadka ku soo aroray ama ahadiithii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee quraanka mar hadduu ilaahay isu sugay waa in loo daayo laba qaybo baanay u qaybsan yihiin oo sifaal sidoodaba kamaal u leh oo mar walba aan wax nuqsaan lahayn sida ar-rahman ar-rahim al-ghafur sidoodaas ee ilaahay magac iyo sifo ugu yihiin sifaadka qaar koodna قيد كمركة دبر لاصة ما وحلقوا قيد أما وحلاق ضعفيه أيه اللي يهين أمانت وأنا سيد القرآن كوا استعماله يجو قيدا أما الضرب واستعماله هدي لكن قوني لاصة رد لليل بيعلنا يا تحسنا سحمها وتسيد القرآن كوا داين وين لو داين المكر والخداع والكيد والاستهزاء وأريا داسوي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا سيدا هالكنا وكلا الله يستهزئ به ويمكرون ويمكر الله مركز سيدا هذا اللو الديني لكن قيد كاسا الله صعلا والله ما أرانا يا الله مستهزئ ومخادع وماكر أريد يساء متحان وأن دبرنين لما استعماله لكن وحا الله استعماله يا خادعهم مستهزئهم ويكيدهم ساس الله استعمال يا إضافة يا ذي لسعط إذا مركا أمانوي
marka istihzaaga ilaahay ama haduu ku dheeldheelo waxa weeye mid ay xaq u leeyihiin oo aan koodii xaqirna ahayn ka ilaahay macnaha wuxuu kugu adkaan doonaa erayn ama dadka qaarkood oo shabaha ugu adkaada sifadan ilaahay bay u qaadanayaan sifadii makhluuqa inay la mid marka haddee uu kugu adkaanaya laakiin markaad aaminsan tahay u qabto wuxuu ilaahay isku sifeeyey inaanu la mid ahayn waxa makhluuqa ee uu ka duwan yahay oo isaga u qalmo dee kugu dhib badan mayso laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir sida samci iyo basar uu isugu sugay uu inagaga duwan yahay sidaasun bay istihzahooda iyo istihzaha ilaahayna u kala duwan yihin marka waxbad jiijiidin bayna duwina mayna allahu yastahzi'u bihim ilaahay baa ku dheeldheelaya mid iyaga u qalma tusaale ibn cabaas baa bixinaya radiya allahu canhu allahu yaskharu bihim buu leeyahay ilaahay baa ku dheeldheelaya wa xabru lumma caalimkii ummadda mufasiru lqur'aan saasuu ku fasiraya marka uu sii fasiraa wuxuu yidhi aakhira mathalan marka nimankaasi ay yimaadaan munaafiqiintu ee mu'miniintu ay jannada galaan albaabadii jannada loo furaya way sii guclaynayaana way ordayaana markay albaabka marayaan qam ayaa laga xidhayaa waa istihzaagii wey way lugoeen halkaasi adhaxda kaga jadeen suuratu lxadiid haddaad akhrido waxa ay tilmaamay suurada aayaad ku sugan ay xusayaan dadkii mu'miniinta ayaa socda oo iftiinkii iyo nuurkoodii wata yowma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum alyowma jannaat munaafiqiintii markaa adduunkii hebeladan yaqaanee la saaxiibka ahaa ee tolka ahaayee ayaa is-odhanaya bal dadkan siraatay ee sii iftiimaya idinkuna dabagala way daba dhiganayaan kolkaasaa ilaahay uuhi faduriba baynahum bisuur lahu baabun baatinuhu fiihi araxma wadaahiruhu min qibalihi alcadaab yunaaduunahum alam nakum macakum waa dee sawtaynu ifkii tolka ahay inaynu wada joognay maxaa layrka nooga bakhtiiseenay albaabka nalagu gudbay markaasaa maxaa la leeyahay qaaluu balaa walaakinakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum waqaratkum alamaani ilaa aakhiri laayaat marka iyagoo soo bidhaansanaya oo leh nuurka wax idinka qaadanayna suga ayaa lagu xidhayaa waa istihzaag ay ka mid tusaalayaal badan baa jira marka ilaahay markii ay xumaanta doortee buu xumaantoodii usoo kor usii badiyay duqyaankoodii wa yamudduhum fii duqyaanihim yacmahuun hunaaka farqun bayna alcamaa waalcamah camah waa wareerka dawakhaada uu qofku dawa ku jaha yeelan waayo alcamaa waa indhala-aanta indhala-aanta weyn si kale haddii loo dhigo indhala-aanta qalbiga ayaa la yidhaahdaa alcamah yacmahuun waa sida halkan oo kale indhala-aanta indhahani ay wax kaa noqdaanna yusama alcamaa oo waa ism maqsuur ahoo alifkaasi uu ku taagan yahay idan markaa nimankani qalbigay ka indhalaayihin munaafiq qalbigu ka indhalaayah marka qofka qalbiga ka indhala wareer baa ku dhaca jiha ma laha sida qofka indhahan beelaaba uu u dawa ku dhan u socdo u garan waayo marka hamoodin yacmahuun ha ku fasirin way indhalaayihin laakiin waxaad ku fasiraysaa way wareersan yihiin iyadoo indhala-aantii qalbigaba kolleyba ay tahay waxa aayadda ku xigtaana ay tilmaantay ulaa'ika alladiina ishtaraw adalaalata bilhuda fama rabixat tijaaratuhum wama kaanuu muhtadiin waxay usaysaa aayaddaasina in ifkan dadku intay joogaan kolley ganacsi bay ku jiraan qofku waxna wuu iibinayaa oo wuu sii bixinayaa waxna wuu soo qaadanayaa dadkii baa kala duwan oo ku ilaahay hanuuniyey wuxuu iibinayaa wax qaaliya wax ka sii qaalisanna wuu soo qaadanayaa naftiisuu iibinayaa maalkiisuu iibinayaa waqtigiisuu iibinayaa cilmigiisuu iibinayaa ilaahii siiyey buu ka iibinaya ayuu ka iibinayaa wax ka qaalisan oo dembi dhaaf iyo janno ana wuu ku soo qaadanayaa iyo hanuuna ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum uljanna yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim aayaadka si akhri suuratu saf kan kale laakiin iimaan laawaha ah iibkiisu waa maxay hanuunkiibuu ka baxay oo hallowbuu soo qaatay oo iimaankiibuu ka tegay oo gaalnimuu qaatay oo akhlaaq xun uu qaatay waa kaa ilaahay tilmaamay ulaa'ika aladiina ishtarawu dalaalata bilhuda ba'du waa tarkiya ishtarawu bimacnaa istabdaluu
الضلالة بالهدى بترك الهدى هنون كين هل كاسة كتورين بعدين هو يبيني وحلا وحاء الدنيا ما أنت لقوا علينا يا الدولة لقوا علينا يا هذا لقوا علينا يا أو قال وضع وين تاسم ألابت نحن جاي يبسو ألابت قال جا تورا إلهي كتجا ورسول رسول كتجا والدين تيس تورا أرنق الحمد يا قوانين تي أخلاق حمد قاطع وحلا وحاء معان بعلى وصل يا لوصل لذي دينا يا وحاء حنا ويبدل قاضنا يا حنا تيجى ذي النقطة فما ربح تجارتهم وما كانوا مهتدين وخسارة يه هلو الكتيب وياكت طبعاً تلمامات بآياتها إنصار ناف منافقين تأشياء وإلى هاي وكسي في طبعاً كاسو الله إنه أشياء إنه كفر لنا إنه كفر عنه والكذب بنت الخداع خيامه الإفساد رول بإسنمه العجب إسقنعيني إسلوينان الضلال وهلو يبادي عدم قبول الموعدة يقول وانا ذا أقبلين التذبذب يقول قالي إسلام الدحية يقول بدنو عرارية الاستهزاء يقول كل الليلة يحقي إهل كيس السفه عقل قابنان طبعا كاسا إلها يكتل المابا نتيجة ذا إلحل نوامح الخسارة والضلال والحيرة والخوف خسارة هيكو خسارة محيي قنعس قلال يو باري يو ورير يو عبسي الكوينو أرقني خسارة هذه آيات دانو دن بيسا شكت هلو قنا آيات دانو دن بيسي آيات دهو ربو شكت في ضغيانهم يعمهون وما كانوا مهتدين وهلو حيرة دي يو ورير كان يحيران لماذا نوح شيقيا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا خوف كي عبسيدا نوح الشيغية تسالها كسيحيقا أو كصيب من السماء مركا أفرتا نتيجة أما أفرتا جوابات بهلان مركا طبان تلابوحن قادين مركا دادو اسكا إلالية عذر هذا النوع عاسة أرحجب كاي آخرة سيغا إي الله سيغا سالغا لكل ما اسكا إلالية ودقنين بقرآن كبحنايا marka halka waxa kaaga mooday inay mudan tahay cudurka in la iska ilaaliyo la yiraahdo nifaaq in waajib yahay tusaalo hadaba ilaahay bixiyo wuxuu dhin masaluhum munaafiqiin ta tilmaantoodu kama thali ladhi qafki oo kale wi ama jamci oo kale ama kooxdi oo kale alladhi kooxdaas oo istawqada naara dab shiday falamma adaat ma hawlahu markii uu dabki iftiimiyay ma hawlahu شمع وحي هريره سأها ذهب الله بنورهم إلى هاي فتين كيبو كقاضي فتين كودي بو كقاضي نور كودي وتركهم وحكقتك في ظلمات مدويال قد عريال لا يبصرون يقوم حباركين صم وانمن أفلا صم وانمن دقلاء بكم وأفلائهين عمي وإندلائهين فهم لا يرجعون ما صنع قنايان يجو مركب واحد ويان قفان لجنا حق أولها إن كنا دواقي كرين أركنا كرين نتيجة دي سواء النقطة إن أنا صنع قناي نور رجال هاي مركب لبته صالة أيها الهاي الكلام كوب حنا يا منافقين تو إلا يهينه لبده بقى تكش به كرتو أما كل بمية تكش به كرتو أما إيجا كوحه هذا هذانا كرتو كوح راسينة تصالها سيلي كوح راسينة تصالها سيلي مثل كان صاهر ريا وحوي منافق وح لم يدي هاي بقى إلى هؤلاء ضد مال فريز تضب شي تضب كي مركو هريره هذي ويفتيمي أي كم مفسودين هبينك أي مدم إلى هاي كبختي في ظلمات لا يبصرون مركو حد كسر قاعد هذا مال قرفاء شوقة خابنا شراء ضرورة نعرك كش قليهين افتين كنا أباهن وافتين كي يكوب حياة دم ماشي التلاعظ صدق كل عربة سماية سماية كل عركيها بيني ماذا أما ماذا وجيها بيني ماذا هي ماذا وجي ضرورها هي ماذا وجي ولها كم ماذا بين تلاقو ماذا بين هذا واضح في قفكو ده هدو بادية شو جاي وقرن كري هدي مكاد ماذا ويسكن حشوك تمر كعج هراء افتين يضرب أنا ضرك وحن باكو ير بريقية حن بادي يا رب الدعم نيسا يرم ماذا وارك كريس افتين ير ير وادلو ذي كريس لكن هدي يضاف تين وينكوب بحياة دم لجاجر لجفرت هذا المركز
سورة واحد كآخر ذا نور هدو قعنتي سفذية قفكو ما أركي حتى صدح راساك المواكا الهيري في ظلمات لا يبصرون مركا منافق ينوى ساسو كلاو وحوية مركي هرأوا أشهاتي دا افتين باو بحاج افتين كايساقو هايستا أيو قالوا بي ناشي با كم مدواباتي مركا قال لي مدونا مدو غاسي اللادا إيمان كنا افتين كاسو اللي فرق غاساو لحي باتو سالة عتيبة هدي أدو سي فيرسطو فرق باو لحي هناك فرق بين النور والضياء نورك اللي بدأ إرأي عربيك إيا الضياء ضياء وحوي افتين كآت كأبضان نور كنا وحوي يمد يري يمد وين بو ياشا مركا إلهي حق وروح لسويل فلما أضاءت عندنا وحوي ذهب الله بالنورهم مو أرن ذهب الله بالضوئهم هدو أرن لها الضوء أودي ولتك افتين كي وحسورة قل نقل لها افتين كي بدنا بالقلتك لكن إن نور باو هذي مركا لكن هل كان معنوه يهي نور كيب ولهي كقاضي وحبابا وما هريو يهي ماشو وي مدودة وهي الضوء كبضنا نورك واللطيفة ترتوي لطيفة اللباد أما فإذا ذاك لوحوي نور إيا النار باترة مركي وراء استوقض النار به ذهب الله بالنارهم وورنين مركي الدنبنة يمحو يلي بنورهم فرق ترى وحوي النار نور نوي لاذا هاي كليل نوي لاذا مركي هو الدبي شتان دبكا سيفتين نولها كليل نولها مركا كليل كيوا الله ريبا يفتين كيوم بلقى قاعدة معناها وتصينا يذهب الله بنارهم آنو أرانينا بنورهم يلي نارتو فإذا ذا الهيدا نور كابا لقى قاعدة لكن كليل كيوا الهيدا الله ريبا أرنت ملاحظة ذاك لوحوية أما أرنت كلاين فيرنينا نور يا ظلمات قرآن كمركو حقي يا ما كورم يوحي هذا محي نور قال لماذا مركو كورم يانا ظلمات سدا سيت حق وامد كلية فرار رمله منافي القرآن تدك حق دون يا نوي بدي سين وحلا إذا ضب بعد دون هو كل نوع أي كذا جنت قال لماذا هو إم سر نوع أرنت أكل نوي كتر تسبب تنور كلام يد قرآن لوجد جاي ظلمات كنا وحفر ربضان لوجد جاي وهذا ما أقوله أستغفر الله والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء أما بعد وسورة البقرة يا آياته منافقين تكور رمي آيات السقالية طبعا قال الله تعالى أو كصيبه مثالهم تسالهم وحاو كدقى منافقين تكمثل الذي تساله أوكله كي أوكله إلا مدين وإن صارقنا أو كصيب من أمره أوكله يعني كأصحاب صيب مضاف بالله وقدره كأصحاب صيب واحد منافقين تهو يجيسين كرتات كشبه كرتات قلوا الرابو دائيو من السماء حق كرو رب كسو دائي فيه ظلمات ورعد وبرق رب وحا كو دحجرو وطا كود عريال يا رعد يوه محي أنكد يا برق يوه اللاعة يجعلون أصابعهم فرهو ذا وحي قلين ايا اللوغة جيدا حبناها وحي قلين ايا انتدك الرب كودا ايا في آذانهم لقوهو ذا يسافر تو قلين ايا من الصواعق طنبك أما هنقر كرعية درادي قرر ذا هيا كادرادي بفرها لقوهو قلين ايا حذر الموت يقول كواعب سنة يا دمشق ويسلي نار مباه ضنب كاسيد انتلاه والله محيط إلهي وكوبي الكافرين قال بالكافرين قال هذا والله محيط بالكافرين قال هذا إلهي الأول بابو كمرة هذا وهي إسلام يقول إذن كوبين استقع كوبي يكاد البرق هلاعا ولا لعضة هيا يكاد وحود وانا يا هلاع عاص البرق يخطف أبصارهم إنه من هذا رفطوا قاضبا كلما أضاء لهم
markasta oo hilaacaasi dhulka u iftiimiyo mashaw fiihi dhexdiisay soconayaan oo way tallaabsanayaan. Wa idaa adlama calayhim markuu ku madoobaado ee uu hilaacaasi dhaafo qaamu way istaagayaan, ilaa meel u dhaqaaqaan ma jirto. Walow shaa allaahu hadduu ilaahay doonayo la dhahaba wuxuu la tegi lahaa uu ka qaadi lahaa bisamcihim maqalkoodana caadiga ah wa absaarihim iyo araggooda aragyaashooda. Inna allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba isaga ayaa karah oo aan waxba ku adkaanaynin rabbi subxaanahu wa tacaala. Tusaalaha hore waynu soo aragnay, kanna waa tusaalihii labaad. Marka eraygaas aw ah culimmada waxay yidhaha waa maanicatun alkhulow laa maanicatu ljamci, oo macnihiisu yahay ereygu wuxuunu diidayaa un inay labada tusaaleba meesha ka wada baxaan, laakiin ma diidayo inaad labada tusaaleba wada siisa munaafiqiinta. Labada tusaale waad wada siin kartaa, waxaad tiraa waxaad odhan kartaa munaafiqiintu tusaalahana way leeyihin hore, tusaalahana way leeyihin, oo labada tusaaleba ay ka horena u bixinayo wareer, kan dambena u bixinayo cabsi. Labada tusaaleba way leeyihin, labada tusaale un baan ka wada bixi karayn meesha. Maanicatu ljamci maahe waa maanicatu lkhulowi, meeshii baanay ka wada bixi karayn labada tusaale. Waxaa markaas mudan inaynu wax ka xusno tusaalayaasha qur-aanka dhexdiisa. Qur-aanku tusaalayaal badan buu bixiyaa. Axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyaguna tusaale ayay dadka siiyaan. Marka tusaaluhu faa'iidooyin badan buu leeyahay. Faa'iidooyinkaa waxaa ka mid a wacdi, markuu ilaahay dadka wacdiyaya tusaalu siiyaa. Waxaa ka mid a alxathu waazaju, dadka marka wax lagu dhiirinayo ama wax loo diidayo tusaalaa la siiyaa. Waxaa ka mid a alictibaar, tusaalahaasaa jira ku cibro qaado. Waxaa ka mid a taqriibu lmuraad lilcaql, wixii la doonayo oo caqliga loo soo dhaweeyo. Tana shaygii lagaaga waramayey marka sawir lagaaga siiyo wax lagu dhaahdo waxa lagu sheegayaa kanuu la mid yahay, kanuu la mid yahay, kaasuu la mid yahay, waxaad arki karayso waxa weeye waad ku qancaysa. Talan qur-aanku jannada ayuu aada uga waramaa, dee waxaan aynu adduunka ku hayno tusaale inooga dhigaa. Tusaalayaashu waa kuwa ilaahay wuxuu yidhi wa tilka alamthaalu nadribuha linnaas wamaa yacqiluha ila alcaalimuun. Tusaalayaasha san qur-aanka dhexdiisa samaynaya aan idin yeelayaa dad caqli un baa ilaahay ka qaato fahma, kii kale war caadiya ayuu qaadanaya. Wa tilka alamthaalu nadribuha linnaasi lacallahum yatafakkaruun, inay dadku fikiraan ay fahmaan tusaalayaasha ilaahay uu siinayaa mudan. Faa'iidooyinka tusaalayaasha waa kuwaa sidaasaana ilaahay uu noogu dhiiriyey. Faa'iidooyinka waxaa ka mid a iimaanka qur-aanku mar uu ku bayaamiyaa sidan aynu arkayno waa tusaalihii iimaanka iyo tusaalihii gaalnimada, fadeexaddii munaafiq, khayrkii dadka la ysugu yeedhayo, gaalka iyo muslimkoo laba tusaale loo kala bixiyo. Haddaynu eegno tusaalayaasha qur-aanka halkaa iminka laga bilaabo ilaa suuratu taxriim 21 mathal amiyo 21 tusaale ayaa isdaba yaala oo ilaahay dadka wax ugu iftiiminayo oo wuxuu u sheegayo ugu soo dhaweynayo. 21-kaa tusaale waa 21 suuradood min suurati albaqara ilaa suurati taxriim. Marka meesha oo suuradda ugu tusaalayaal badanina waa suuraddan imika aynu marayno ee suuratu albaqara, 9 tusaalaa ku jira. Waxaan jeclay waqti kooban si aad sawir fiican uga hesho inaan yar dul marno tusaalayaashaas. Halkan ilaahay laba tusaale bixiye, mathaluhum ka mathali alladhii istawqada naara aw ka sayibin min assamaa an yadriba mathalan maa bacuudatan famaa fawqaha wa mathalu alladhiina kafaruu ka mathali alladhii yancib mathalu alladhiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah mathaluhu ka mathali safwaan wa mathalu alladhiina yunfiquuna amwaalahum ibtigaa mardaati illah
أيودُّ أحدُّكم أن تكون له جنة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وكنتم على شفا حفرة من النار. آل عمران أي كبل أمس مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا وآل عمران سورة الأنعام بات قال كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران سورة الأعراف مثله كمثل الكلب سورة يونس مثل إنما مثل الحياة الدنيا كما سورة هود مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع سورة الرعد إلا كباسط كفيه إلى الماء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها سورة إبراهيم نه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد سادو سيوذي سادو مركة لنا وحب الآن ميسا ضربا وضرب الله مثلا قرية وضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا رجلين يا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا فكأنما خر من السماء ضرب مثل فاستمعوا له مثل نوره كمشكاة ساسو بعضو وضيس مركا انتا سورة محمد نقاتشت ناون مركا آيات كام رئيس إن آت فهمتو حكمة اللوغة تشيدة إيا وحيابي لغا قادن شري أمثاش وددك أدية تشير مركو قرآن كو ورمي يدي شيء وحاوش يغي عقل قوضا يكو فهمي لكن مركو تصالحا سيانا إشي بكو سي فهمي تاس انتا مركا اينو كغاقو دبنو أن تصال لبداً تصاله أي مكان صار أجنبي مدة الضبك إلى هاي وكل شبه هاي مدة الرابك كهرو وين صار أجنبي وح افتينك كينا يوح إيمانك مركي هراي قالين وح ماذا وقك كينا هنا وح قال ماذا وبحين كندم بق وحول هاي الشيء راب يا ماذا ولاي هاي ماذا ويا ولاي هاي يا أنكد يا هلاع يا بحال كان هنقر كلايرا يا دنب لبض بالله يا قانا ده كهرباء قوتين ميلها كل عجوبها مرك الله يقول لمن كان منافقين تحال الدوده ثلا مضر كاو حلا بذا قرانك وده سيد الرب كنا لا يدرك أي قران كنا قلوب تونا لا يا أما إسلام كوا قرانك iyagu mararka qaar kood waa kuwa wax ka sheego shubahaad iyo madmado way ku furaan waa dulumaadka shubahaad iyo madmado ma la quraan laakiin iyaga si ay dadka uga firdhiyaan shubahaad iyo madmado ku fura waa dulumaadka quraanku wuxuu leeyahay wacdi iyo waciid wacdi waxa weeye bushaaro iyo baraare dadka uu u yabo hayo wanaagsan taasina waxa weeyaan maxay waa barqiga iyo hilaac قرآن كوحو لي وعي يهن شباد يو هروف لو بلن قاضي يو يهلاق لو بلن قاضي يو نمان كمنافقين تيه قال هذا كاسنا وحوية محي وصواعق دنب كاوي مركا منافقي كل قرآن كوعدي يو وناك شيئا يو حسنا والله هدنا وهذا شهادة وهذا كترته وهذا كان مسلم كي نحسو على أيو أرانا يا marka waciidkaasi uu yimaado munaafiqiinta la fadeexadeeyay intaas oo aayadooda tilmaamahooda dhigdhigaya ay soo degaan sida suuratu tauba oo kale iyo halkan aynu ka maraynay suuradan markaana uu naxaya sida uu naxo qofka had iyo jeer danabka iyo hanqarkaas uu ku soconayo marka waxa isku deeyaan waciidka iyo fadeexada munaafiqiinta ay socoto aayadku ka waramayaan inay u dhagooleeyaan سورة التوبة آخر كذا وحضر أركيس يجو حضرة دي النبي قام مجلس كين النبي فرديا عليه السلام والنبي قام الله فرديا أيام مركو القرآن كله ماذا وحرن كله ماذا قال آنفا وتقول رويد محو آخرية حتى ما شو ويد شو جنبه مرك التاسوا ودقوله أنت أي صواعق ذا يضرب كقرآن أي يسكر لك ترى يا مرك وحيو يقان العلماء والبلاغة
التشبيه التمثيلي بالايا تشبيه التمثيلي مركا نيمان كان حالد ايليهين يا حالد اسال اسكو شبه روب كا اي انت اوتو وحلمد قران كا اي انت اوتو مركا نتيجه كسو بخلينا وحوي قران كريم كا يا خير كا ولهي كما فايدهسن يا منافقي لكن هلا قاسو كلا كل ميا أو كصيب من السماء وحد كشبه كريسة راب حق سر بي حق سرك السوداء سماء حلا يا بحي كسر يو فيه ظلمات ورعد وبرق راب كنقد عريال بوتا يا أنكد يهلع يجعلون أصابعهم في آذانهم فره هذا دجاه قلنا يا كل وين تنهر الرئيس حبناها يريرم من الصواعق حذر الموت تنبكا يهن قركان عي درادية وجريدة كعب سنة يا والله محيط بالكافرين إلى هاي قالوا كوابي بشارد قاتوي ضد بضم بقال وحوين وليه هذا رجع الصلاة مركا والله من وراه محيط إلى هين الجبي قاد أبوه كوابي مركا هدو إلى هاي قلب بقال كوي قال كقلب بقال كوي نان ماي إلى هاي بعدنا والبكا كوابي استقون مجنجل قال كاد إلى هاي كم مجنجليس والشيطان كاد كم مجنجليس والشروذان كاد كم مجنجليس إلى هين واقف قف ليه والله غالب على أمر هلا عائسقة هي كاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء ما شاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام هلا عسوحوا دوانا يا إنه عندها قاضوا إن هذا فرستي مويانة مركه هلا ولا لا لعوي هذا هذه هو ماذا كتشري مدة أنا ذو حبسي أركيني وإنه كوحيس بيا أو شعاع كاد ولايا سداسو كلويان أو قرآن كريم كائن ربك سوقها يا منافقين أدب وجن حياة مركو رأه لا عاصب حوا يردح سعنا يا مرك مسلم كلاه بشاريا وحي صرنا يا ملا وكشر تاني ذن كنا ويكوير بشاري سنة يا مرك لك على سارة مسلمية منافقنا يا قرآن كلا سارنا وإذا أظلم عليهم قام مرك سيق وسنة يا لا بد حال ضد بالسكش باية ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إلهي ودي سوي بضا منافقي منافقنا يسقون باكدم بيه هدو دون أيه إن دهنا يحكو أركيان يمقل كبوك قادلة ودقتير لها أو إن دتير لها هدو دون أيه قيب كلا ينوسي قدمني منافقين تي تلبامو هذه صدحية طبعا كا آيضات بكل ما ذين وحي أي سمايين ما فعلوا وما فعلوا وحي فلان يا وحي لقو فلاي صارت إياك والنفاق مركا وح عذرك الله إلى هذا النفاق إسكا إلى ليو كفي تجنو يا أيها الناس بولا هيد الدضا وعبدوا ربكم إلهي نعابدا الذي خلقكم إلهي ذن أبوري والذين من قبلكم أمذه كهريين أبوري لعلكم تتقون وحاول دو ديننا إلهي كعب ستان سبحانه وتعالى الذي إلهي عابدا جعل لكم الأرض ملكا إذن كدقي فراشا قوغل والسماء سمدي سرريسين نوحو كدقي بناء مدسا وأنزل من السماء ماء حق كورنا إلهي بيو كسودتشي سبحانه فأخرج به بيه وحكو صوصاري حق سره كسودتشي من الثمرات من أردن رزقا لكم يضا إذين تهي محي أرساقدي يوحد يفسطان وعنطان من رهسا أرساقدي دينا فلا تجعلوا لله أنداد إلهي هوي يلين إلهيال يوحيا بقى لعابدان وأنتم تعلمون إذين كو قرن إياه إنان إلهي إذين وهي لنين إذين وحليا لنكري باغ باك العاي yermada si ilaahay wuxuu u yeeraya waa khalqi qodan gal iyo islaam iyo wuxuu abuuray ya ayuha nas cinkiina waa soo galaya yermada in ka soo dadun lagu tilbaamo amarku ilaahay siiye waxa weey ilaahay naabuda marka insaanki waxa loo abuuray cibaadada wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun cinii suumaan abuurin bi ilaahay wax kale inay caabudaan mooya marka dadka hadiyad jeer ilaahay caabuda waxay karteen sirti nolosha dadkan ilaahay caabudnimada ay galanba waxay u nool yihiin
ربكم ربي نيلا إلهي ونو إضافية إضافة صوحة المامة يسا إنه حق يشعي عباده يواكيكو أبوري إسكما أبور من هو يدا يا أبهانا كما أبورين إلهي بكو أبوري سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وصدح ميدون بين نقول لها إن أدس أبورتي ينعيدك لكو أبورتي يينا إلهي كو أبوري إيانا إسكا أبورا توافر تامدون سدح مجراه عيد كالور إلهي هاينو كشيغان كرتا أما أوران كرتا أني قادتك أبورا مجرد نمرود بايس قاد قادو يدو قرح لأسان كتالي أين يربك صوفة شلنا مركا عيد ما أنت تلاه ده ورشد إذا عدد صوف سارتا دي هراي بكفة شلميس قوف أوران كريانا وحبورين مجر كيلوان إسكا أبور مينا العدم لا يوجد وحبالا آني وحبا مكانتو صدح لك الأمر كي هري وح صاه هري إنه إلى هاي أبو ريس سبحانه وتعالى جبير بن مضعم آيات كائن وخلينا صورة الطور كسو جانا أهربها سبر برديجية قف كعقلي سقنعين يا آيات هاي قنعيب ولا سوتشيت سووا هاي نان إسلام ربكم هدي عبادة والعداد عابدة يسر ربيين عابدة الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن كي أكدت كي إذن كوريب إلى هاي بابورا marka rububiyada ilaahay waa inay raacdaa uluhiyada ilaahay oo aan la kala reebin oo aan la oran rabbi oo aan aaburay laakin cid kale aan caabudeyna ma qabta ilaahay subhanahu wa ta'ala labadaas uu israaciyay ayada oo fiirso mar hadda oo qashay inuu ku aaburay cid kale ha caabudeyn ibaadada samarada iyo midaha ilaahay waxa kamida la'alakum tattaqoon ina cabsataa ibaadada taqwa laga waayo ibaado ma dana ibaadadaadu wax taqwa lahayn ibaado noqon mayso waxa jira muqaabala ajeeb ah ayaa halka ka muuqanayso ah firaasha al ard as samaa firaashan binaa wa fasahad ya balaghadu la quraan wa araya iska horjeedo si ajeeb isu qaabilsan awoodaha ilaahay kugu abaabulaya inaad kaligi rumayso waxa kamida cirkii buu ka soo dajiyay xaqi salabiyo wuxuu ku soo saaray maxay miro aynu cunayno adigu ismaad abuurin talabaadna waxay ku sheegaysaa arsaaqadaadana ma abuurin oo ma hayso maxaad meel kale ugu kici markaa ilaahay intu ku abuuray ku maamulay hadana waxa afka ku guraysan isagu ku siiyay falyanzur al-insanu ila ta'am anna sababna al-ma'a saba ila aakhir al-ayat bal qafka bani aadamki wuxuu ku nool yahay haayo iyo cid samaysay noocyadu leey fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna wa hay ku tilmaamaysa ilaahay sanamiyal iyo waxa la caabudaan ha u yeelina idinkoo garanayo arkayo ogsoon inuu kaliye yahay yama qabta ilaahay ila la caabudo midaan waxba abuurin waan ku arsaaqay ilaahan labada abuurnahay arsaaqadnahay arinkiisu waa max ilaahnimadiisu waa midaan jirin saasu quraanka kariimka ilaahay dadka ugu qancinaya subhanahu wa ta'ala wa hada ma aqulu astaghfirullah wallahu subhanahu wa ta'ala ala الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما أما بعد وسورة البقرة هي التفسير كذي آية صدح هي لباطن قال الله تعالى إلهي بأوحر سبحانه وتعالى وإن كنتم هدياتهن ضديهم في ريب هذا شكي كغسو غنتهين مما قرآنكي أما وحيكي نزلنا على عبدنا أدون كيغا نكسو دجنو نبي محمد فأتو وحا كانتان بصورة صورة كان من مثله قرآن كاللمدة أما من مثله نبي وكلا نبي مثل مدة كان وادعو شهداءك وادعو وحا ويارتان شهداءكم قوب توجياشين شهادة مرخاتنا وين نقضان هل كان لكن وقوة أعوان تها إذا ساعدية إذا كساعد لها قرآن سمينت هذه قرآن سمينت عدي إذا كساعدها ليسان أويا من دون الله قوة صان إلهي أنت كسر كيساء
sheeganaysaan in kuntum saadiqiina haddii aad runtiin kuwa run sheegaya fa in lam tafcaluu haddaydaan sidaas samaynin oo qur-aankeeni kara weydaan walan tafcaluu samayna karin maysaan weligiin ee fattaquu naara naarun ka cabsada oo iska ilaaliya allatii naartaasoo waquuduhaa waxaa lagu hurinayo ee lagu shidaya annaasu dad uu yahay walxijaaratu iyo dhagaxaan oo ciddat waxaa loo diyaariyo loo meel dhigay lilkaafiriina gaalada sidaasay tahayoo ilaahay xaqiisa iyo cibaadadiisa waxaa ka mid a waxyiganoo laga guddoonto hadiyaddii iyo hibadii weynayd buu keenaa qur-aanka deeqdii weynayd wey waa kalaamkiisa kalaamkiisii weyn marka kalaamkiisaasuu ilaahay ina faray si uu inoo hago oo inoo saxo waynu u baahannoo kama maarmi karne inaynu ku dhaqanno aynu ilaahay ka qaadanno subxaanahu watacaala cidda ka shakisa buu markaa ilaahay dood u soo dhigay oo uu la dooday ama qancinaya ama taxaddi car weeye taxaddi car waxaa keen markaa ilaahay iyagii buu la hadlay gaaladii iyo mulxidiintii iyo mushrikiintii isku wada dar midi ilaahay ma jira buuri midina qur-aanku ma jira buuri midina ma keeni midina ma karo haddaad ka shakisan tihiin qur-aankan aanu ku soo dejinay addoonkayaga oo leedihiin isagaa samaystay bal idinkuba keena haddii lagu dhaahdo waxaa bal car keen taxaddi baa loo yaqaanaa af carabiga waa dhaabad waxaasaan ku hordhigay car dhaqaaji oo dhan isaga riixi marka icjaaz iyo taxaddi waa mucjis qur-aanku waa mid ku daalinayo macnaha aanad keeni karayn waa mid sidoo kale taxaddi kugu ah oo ku hortaagan inaad isagoo kale keento marka icjaaska qur-aanka kariimka icjaaskiisu intaynaan horta halkaas dhaafin mawduucii cibaadada ayaynu wax yar ku noqon lahayn cibaadadu waxay leedahay midho ayay leedahay midho cibaadadii noocyadeedii kala duwanaa waxyiga raacidiisu ay ka mid ahay waxay leedahay midho aynu ka goosanayno midhahaasoo runtii innaguba aynu u baahannahay intaan midhaha la gaadhin iyo dheefta inoo leedahay waa xaqii ilaahay oo aynu fulinay subxaana wa tacala cibaadada saddex bay ka koobantay inaad ilaahay xaqiisa siiso naftaadana xaqeeda siiso ummaddana xaqeeda siiso qof kastoo bani aadamkan jooga xuquuq baa laga doonayaa iska soco oo iska cun oo iska dhaqaaji maaha laakiin qofku wuxuu u abuuran yahay liyuxiqa alxuquuq xuquuqda laga sugaya inuu xaqiijiyo si isaguna xaqiisa u helo xuquuqdana waxa u horeeya ka ilaahay waa xaq walba ka horeeya naftaadiiba xaq la siiyey hooyaba waa ammaano cid walibana xaq bay leedahay xataa alxayawaanba xaq kugu leh marka xaqii ilaahay ood fulinaysa waa cibaadadu sideedaanay u tahay qaaya ujeeddo la raadinayo marka aad cibaadaysanayso ha u cibaadaysanin inaad adigu wax ku hesho abuubakar buu ilaahay ammaanay wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtigaa'a waji rabbihi alaclaa ilaahay wejigiisaay raali noqoshiisu doonaya cibaadadu waa tanbiihun daa'imun lilinsaan waa midhaha aynu ka qaadanayno cibaadada macnaha waxyaaba aynu cibaadada ka faa'iidaysanayno waa baraarujin oo qofka bani aadamkii haddii aanu cibaadaysanaynin waa ghaafil cibaado walood u dhaqaaqdaaba way ku baraarujinaysa kulli baad madaxa la galaysa waad daboolmaysa meelaad maraysa isgaran maysa haddaad cibaadada ka tagto waa tadkiir lilinsaan waaqimu salaata lidikri walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuru isma allah aqimu salaata lidikri wuu baraarugayaa qof waa qof fatinaho oo maskax furan oo soo jeeda oo xayaatadiisu saciida cibaadada midhaheeda waxaa ka mid a waynu ku xorownaa waa taxriiru lilinsaan oo waxuu ka xoroobayaa wixii uu ciddii kale u caabudi lahaaba hadduu ilaahay caabudi waayo waa hubaal inuu cid kale caabudayo wuxuu ka xoroobayaa fulaynimada iyo bakhaylnimada iyo didmada uu qofkii didsan yahay iyo dulliga iyo akhlaaq xumada ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban cafwan ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar
cibaadadu waa faa'iidooyinkeedu aada bay u badan yihiin. Kuwaasaa ka mid a aynu usoo noqonno qur-aanka kariimka ah iyo taxadigiisa, ama siduu had iyo jeer qofka bani aadamka ah ugu caddaynayana cidina la iman karayn gaaliya islaam. hunaaka maraaxil litaxaddi fi lqur'aan. qur-aanku marka uu addoommaha ku hor joogsanaya u caddaynaya inaanay keeni karaynin mid isaga la mid ah, marxaladuu mariyaa ama aayaduhu siyaabo kala duwan bay dadka loogu adkaynayaa loo leeyahay, bal qur-aankan oo kale keena siyaabo dhowra. Mar ilaahay waxa uu tilmaamay in hadday isu wada tagaan khalqigoo dhammi, jinkoodii, insigoodii, gaalkoodii, islaamkooda ama noocyadooda kala duwan, inaanay qur-aankan oo kale keeni karaynin. qul lain ijtamacat alinsu waaljin cala an yaatuu bimithli hada alqur'aan laa yaatuuna bimithlihi walaw kaana bacduhum libacdin dahiira. jin iyo insi hadday isu tagaan oo iswada caawiyaan, midka aftahana iyo mid falsafadi yaqaana iyo mid walba isu yimaadaan oo xataa jinka qarsoonna kaashadaan, lama iman karaan buu ilaahay qur-aankan oo kale. Waa isagoo isku dhammaystiray. mar kale wuxuu ilaahay tilmaamay haddii 144 ka suuradood ay kari waayeen, bal inay 10 isku dayaan. soo aayaddaasina ma jirto. qul faatuu bicashri suwarin mithlihi muftarayaat. bal 10 suuradood oo idinku soo nabnabteen uun oo isku soo hagaajisteen oo qur-aankan oo kale a keena waaya, taasina way suuroobi weyd. tan imika imanaysa halkanna maxaynu haynaa? fa'tuu bisuuratin min mithli, suurad keliya keena. suuraddee baa qur-aanka u yar. ina acdayn, bal ina acdayn oo kale isku daya. kuwii had iyo jeer nebinimada sheegan jiray, usaylimatu lkadaab, iyo qaar badan oo nebinimo sheegtay, qaar baa isku dayay oo yidhi bal waxaanu samaynaynaa qur-aan. dee qisadooda waad akhrii doonta, iyo kii la joogee ka warinaya saaxiibkii habaa yidhi wariya wartani inaga socon mayso, war nacnacdaadaas waa nacnac, nacnacdaada iyo dhataqlayntaasa inaga socon mayso, wallaahi inaanu kaa aad samaysta kii muxamed la mid ahay inay naga daah inaan ku fashilmayn. almuhim waa arrin cajiiba wey, ilaa yowmina haada cid taasoo heshay ma jirto. waa arrin weyn oo caddaynaya waxyiga inuu ilaahay xaggiisa ka yimi subxaana wa tacaala. haddii maraaxilka taxadigu kaa yahay, wa hunaaka anwaacun lilicjaaz, mucjisnimada qur-aanka iyo inuu iyo mid cajiiba wax lamid aanu jirin noocyay leedahay aada u fara badan. dee fanni dhan baa jira oo la yidhaahdo fannu licjaas, oo kutub laga alifay oo horaysiyo dambaysaba. noocyada icjaaska waxaa ka mid a mucjisnimada qur-aanka: alicjaazu lbayaani walicjaazu lcilmi walicjaazu tashriici walicjaazu lghaybi. dhinaca markaad ka eegta bayaanka iyo balaaqada qur-aanka iyo siduu waxba cadcadaynayo, dadka had iyo jeer luqada carabiga yaqaana way salimeen, way isdhiibeen, way isdhiibeen oo waxay idhaahdeen cid keeni kartaa ma jirto. taa haddaynu caawa odhan islaamo muxaadaraad istinaada ka galana alicjaazu lbayaani waad la yaabi, waa lagama dhammaan karo. waxaan arkaya sheekh baa wuxuu fasiraya waa in yaroo kooban, nebi nuux baa ilaahay uu ka waramay, wuxuu yidhi falabitha fiihim alfa sanatin ilaa 50 caam. nebi nuux qoladiisii wuxuu dhex joogay 1000 sano oo 50 ayuu dhex joogay. markaa waxay leeyihiin ereygaa sana meeshaa uu dhacay caam ma geli karo, halkaa caam uu dhacayna sana ma geli karto. oo ereyga sana waxaa loo isticmaalaa bay yidhaahdeen in tiradan bisha shamsiga ah ayaa loo isticmaalaa qoraxda. sana waxaa kaloo lagu tilmaamaa abaaraha, labaduba wax macruufa weeye. caamna waxaa loo isticmaalaa sanadkan dayax in lagu tiriyo, waxaa kaloo loo isticmaalaa maxay barwaaqada. markaad usii dhabba gasho nebigani muddo dheerna wuu dhex joogay, muddo kululna wuu dhex joogay weeye, ilaa qamariga iyo yamaa dheer shamsiga, qamariga waxaa dheer shamsigaa fara badan,
marka sanado fara badan oo sidii abaarta u kululaab dhex joogay intuu ka maqnaana waxa ahayd sanado kooban oo kuwa qamariga la mid ah barwaaqana ah labada erey isma bedeli karaan wa tusaale uun icjaaska cilmiga ahina da maanta cilmigan tajriibiga ahee gaaliya islaamba dadku ay diraaseeyeen ay baadheen xaqaaiq cilmiya baa jira oo qur-aanku uu hore uga sii waramay oo maanta cidda firi karta aanay jirin oo gaaladu markay ogaadaan inuu qur-aanku ka waramayo waxaanay gaadheen tijaabada ah ay qaarkoodna ku islaamaan qaarkoodna yaabaan oo isdhiibaan qaarkoodna markay ogaadaan qariyaanba waxaa ka mid ah cilmi xaqaaiqa la xidhiidha cilmi alajinna cilmiga had iyo jeer ilmaha marka uu caloosha ku jira iyo qur-aanku siduu uga waramay iyo tijaabadan casrigiina sida u waafaqday ijaaskii tashriicigaahaba isaguna la mid oo xagga sharci dejinta sharci la dejiyo addoomo loogu talagalo oo hago oo saxa oo dantooda ah oo kan la mida lama soo heli karayo wax macruufa weeye taasina laakiin dee waxaa calaf ku aya cidda weydaaratay taasi saluugta alicjaazu lgaybi baa jira waa qaybaha icjaaska ee qur-aankan kariimka ah ayuu ka mid yahay qur-aanku wuxuu ka waramay wax maqan oo siduu u sheegay buu u rumoobay oo loo arkay taasina aad bay u badantay oo mid walba insha allah markaynu halkiisa marayno ayaynu xusi doonaa waxyaabo maqan oo ama quluubta dadka ku maqan ama aan weli dhicinba ayuu qur-aanku ka sii waramay sidoodii baana loo arkay waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam abuubakar sidiiq sharad kula gal alif laam mim gulibat arruumu fii adna alard wahum min bacdi galabihim sayaglibuuna fii bidci siniin sharad la gal buuri sidaa ilaahay uu sheegay qur-aanku caddeeyey in nimankaa roomanka ama reer ruum ay ka guulaysan doonaan nimankaa reer eeraan sidii muddadii markii hore lasoo dhaafay uu sharadka la dhigtay muddadii labaad bay ku hirgashay riwaayadii saxiixahay siday tilmaamaysa fain lam tafcaluu walan tafcaluu fataquu naar haddii intoo isku daydeen hadda samayn kari weydeen dibna u samayn maysaa lantu waa abadiya walan tafcaluu waana jumla muctarida jawaabta shardiga horena waxa weeyaan fataquu naar fain lam tafcaluu walan tafcaluu fataquu naar fain lam tafcaluu haddaydaan samaynin qur-aan samayntaas idiin suroobi weydo walan tafcaluu samayna kari maysaan mustaqbalka ee waxa idinla gudbanay waxa weeye fataquu naar waa naar uu iska ilaaliya arsidan waa ku naar badanaysaane idinkoo qancoo arkay qur-aanka wax lamid inaanay jirin ina haddana kusii dhiirataan xumaantan dhibkeeday leedahay naarta ka cabsada allatii waquuduha annaasu waalxijaara naartiina ilaahay uu ka waramay waxaa lagu hurinayaa ixaabada u ahay waa dad iyo dhagaxaan talow dhagax maxaa loo doortay laba dhagaxba uu noqonaya dhagaxaantani dee kulaylkay ka qaybihi bal adigu dhagax kululaaday u dhowow uu ku diiranba dhagax imika kululoo sidaa u karaya haddaad biyo ku shubto baasha sownada la yidhaha soomaaliya sownada sownada waxa weeye marka qofka la kululaynayo dhagaxaan kulkululba halkan la dhigaa agtoodana qofka waa la fadhiisinayaa ninkii galay wuu arkay dhagaxaas unbaa biyo laguu shubayaa uumiga ka soo baxa ayaa dhididka kaa dhammaynaya kulaylkaasuu leeyahay dee qalalkana waxa ugu wacanba biyo yaraanta inkastoo qolada kimistarigu ay dhahaan dhagaxa laftiisa dee biyo waa kusii jiraan haba yaraadeene haddana biyihiisoo yaraad yar daraaddeed baa ugu wacan inuu kulaylka ka qayb noqdo dhagaxa waxa kaloo ka mid ah dhagaxaantii adduunka ay caabudi jireen iimaan lawayaashu bagwaanadoodii sanamyaasha casrigan hindidu ay caabuddo yidhahdaan bagwaan markaa dhagaxaantii noocaaha ilaahyaasha u yaqaaneen baa lasoo ururinayaayo si dulligu ay isula dulloobaan baa naarta lagu wada urinayaa caabidkii iyo macbuudkii kii wax caabudaya dhagax wuxuu caabudaya halkaasuu ilaahay ku ururinaya subxaanahu wa tacaala marka sidaa cajiibka abaa qur-aanka kariimka ahi uu dadka wax ugu iftiiminayaa oo ugu bayaaminaya ijaazu lbariici baa la yidhaah qolada bayaanku ayay u yaqaanaan fataquu naar waxay intaasi macnaha u taagan tahay wax fara badan faadaas waxay u taagan tahay haddii aa aragteen qur-aanka inuu xaq yahay haddii aa keni kari weydeen mid lamid a inaad la timaadaan haddaba soo islaama oo ilaahay ka cabsada naartana ka cabsada waxaasoo dhan baa
ayaa intaasaa la soo ururiyo, la soo koobo. Wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.